السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من شوية عرفت خبر، أنا حزنت جدا، وفاة الأسطورة والنجم بيليه. أنا بداياتي وأنا في أكاديميات الكورة، مدارس الكورة، كان في الثمانينات، ولعبت في الدوري الممتاز المصري في أواخر الثمانينات، والحمد لله من أكتر سنين تميز بالنسبة ليا بفضل الله كانت في التسعينات. لعبت، خدنا بطولة أفريقيا للشباب سنة 91، ولعبنا كأس العالم في البرتغال 91، ومثلت مصر في أولمبياد برشلونة في أسبانيا 92، وخدت هداف كأس العالم العسكري اللي كان في الدار البيضاء، ومصر كسبت البطولة وأنا كنت هداف كأس العالم، وخدت كاس مصر سنة 94 مع نادي المقاولين العرب، وخدنا كاس افريقيا سنة 95 مع المقاولين العرب. الحمد لله خدنا بطولات. كل البطولات دي انا اهديها لروح بيليه. ليه بقى؟ انا لما كنت طفل صغير كان كل اللي بيتكلم على الكورة بيتكلم على بيليه، هو ده كتاب الكورة، هو ده الكينج بتاع الكورة. كانش لسه ميسي او كريستيانو ظهروا يعني. انا في واقعة افتكرها لبيليه، انا كنت عندي 16 سنة او 15 سنة، بنروح نجيب شرايط الفيديو للافلام، ما كانش فيه بقى دش ولا نت ولا الحاجات دي، كنت تروح تشتري شريط فيديو وتحطه في الفيديو وتتفرج على فيلم هندي، فيلم اجنبي. فوانا في نادي الفيديو دوت، واحد لقيت فيديو لبيليه، قلت للراجل صاحب الفيديو: ايه ده، انت بتجيب بيليه؟ وقال لي: انا بحب قوي بيليه، وجايب له فيديو. اشتريته من الراجل، ما اجرتوش، اشتريته، بقيت اتفرج عليه. كان عندي 16 سنة، وانا عندي 18 سنة نادي المقاولين العرب جابوا مدرب اجنبي اسمه مايكل ايفرت، من اشهر المدربين. فانا طبعا كنت بتفرج على شريط بيليه الفيديو ده يوميا، حفظت الالعاب اللي بيلعبها بيليه. ففي تمرينة المدرب الاجنبي مايكل ايفرت اللي بيمرنا في نادي المقاولين، وانا كنت عندي 17 سنه، في كوره بيليه في شريطه مشهوره، الكوره دي جايه له بالعرض كده، جايه بالعرض انفراد وكده، والحارس طالع عليه. بيليه عمل ايه بقى؟ جري، ما لمس الكوره، نط من فوق الكوره وجري كده، الحارس جري معاه. بيليه ساب الكوره، الكوره رايحه كده، فبليه لما نط من الكوره، الحارس جه مع جسمه، الكوره مشيت لوحدها كده، بليه رجع وراح ايه مسجل، ما جاتش جول، جت من جنب العرض. الكوره دي كانت عجباني قوي، ازاي ترقص الحارس بدون ما تلمس الكوره. وفعلا جيت في التمرين كوره شبهها بالظبط في التقسيم، انا مركزي راس حربه، فبتجيلي كور زي كده يعني. فجت كوره برضو على الارض كده، رحت جاري وناطت من فوقيها، الحارس اترمى ناحية ما انا بجري، رجعت للكورة تاني وشطها، ما جاتش جون برضه، كلمة حق يعني. بس المدرب الأجنبي، المدرب بتاعنا، راح موقف اللعب وجري عليا وخدني كده، قال لك: ها التكتيك، والراجل ده تكنيك عالي، وفضل فرحان بيا من لعبة زي دي. ليه؟ أنا عندي الإمكانيات الحمد لله، ولكن بليه لما اتفرجت على شيء قلت اللعبة دي بقت في الذاكرة، لما جت ظروف في التمرين في التقسيمة، الكرة دي جت رحت عاملها، رحت عاملها، نفس الفكرة جت لي، وهي بتمشي على الأرض بسرعة كده، جريت ورحت شايل رجلي من عليها وجري على الفاضي، الحارس جري معايا، رجعت للكرة تاني، شكل اللعبة حلوة قوي. الكلمة الأخيرة اللي عايز أقولها، وفاته لسه من ساعات تقريبا، قليلة قوي، توفى الأسطورة بليه. أنا أتمنى ربنا يرحمه، ربنا يرحمه بجد يعني. ليه بقى؟ أنا هستفاد إيه؟ أنا هستفاد إيه لو ربنا ما رحموش؟ أنا هستفاد إيه؟ كلنا بتوع ربنا يعني، ربنا سبحانه وتعالى خالقني، وخالق بليه، وخالق ميسي، وخالق كريستيانو، خالق كل الناس، ربنا هو اللي خالق كل الناس. أنا مش هستفاد حاجة لما حد يتعذب، انا اتمنى له ان ربنا يرحمه، اتمنى له بجد يعني. مش عايزين نخش في الموضوع ده كتير، لكن اتمنى ان ربنا يرحمه. انا لما سمعت خبر وفاته،
عارف يعني خبر وبقاله فترة عيان كبيرة أوي، بس فتر يعني ياه الروح اللي انت بتقول بلي حتى الى الان، يقول لك ايه ميسي ولا بلي، مارادونا ولا بلي، موجود معانا على طول، ربنا يرحمه وشكرا.